ميكانيزم E1 or E2 أو E2، تمام؟ وحكينا يا أبطال بأنه لما بيمشي بميكانيزم E1 تتذكروا قلنا أنه mostly they favor to be with، زي ما بتعرفوا إيش يا أبطال؟ كاربوكاتيون intermediate. Therefore, tertially substitution is favored all over secondary وprimary. تمام. واتفقنا يا أبطال بأنه وإحنا قاعدين بنعمل في elimination we keep watching the possibility. يعني في مثال زي هذا، الجميع انتبه عندي، في مثال زي هذا you do eliminate مين؟ ال H مع ال PR وتعمل double bond. تمام يا أبطال؟ This is here is it الكربوني هاي اللي عليها ال substitution أو ال leaving group، يجاورها كربونتين، هاي وحدة وهاي الثانية، تمام؟ وبالتالي الإليمينيشن بيكون either من هاي أو من هاي which is equivalent، في الحالتين ما في فرق. يعني ال base وال abstract البروتون اللي هان واحد من هذول أو واحد من هذول حيطلع عندي في المحصلة سايكلوهيكسين. تمام يا أبطال؟ تمام. لكن إذا for example I put here زي ما انتبه عندي هان مجموعة مثل، يعني صارت هاي CH3، so that mean إنه هاي الكربوني ظل عليها هيدروجين. So now is it possible to have more product؟ الجواب yes. وفي عندي بير دومين، وفي عندي ميجر وماينر، تمام. لان شو اللي بصير انه بطلع على الكربوني دائما، هيك بعمل طلع على الكربوني اللي مين عليها الليفينج جروب، تمام. بشوف جيرانها، بسأل جارتها عندك at least one proton؟ yes عندها بروتون، so it's possible. بسأل الجار الثاني عندك at least one proton؟ yes عندها ثنتين، so it is possible to abstract the proton من هان ويطلع الدبل بوند يا أبطال عندي هنا وهاي البرودكت. تمام؟ تمام. So here is it. I'm doing dehydrobromination استخدام أي بيس at the moment، واتفقنا يا أبطال اللي بيكون في هاي elimination بيس مشهورة جدا اللي هي OH في الووتر بتكون فيها. تمام؟ تمام. كي او اتش في الووتر، تمام. الان الاذر بوسيبيليتي، تمام، اني اجي اخذ بي ار من هنا واتش من وين؟ من هان، انشئ دبل بوند في المنطقه هاي، وخليني ارسم لكم اياها تيك. تمام. وهي الدبل بوند هاي سي اتش 3 هان، اوه هاي سي اتش 3 هان، معلش. وهاي خلينا هايدرو كلين، هاي هاد شايفين ابطال، وهاي عندي تمام، وهاي الدبل بوند ها. تمام. شو اللي هذا المركب زي هذا؟ الجواب no absolutely no. So I have to compound for sure yes، فقط لأن احتاج substitution. طيب which is the major and which the minor؟ Now according to the side ZF هذا is major. Major ليه؟ لأنه تعال على الميجر، تمام،
لأنه تعال يا أبطال على وين؟ تعال على الدبل بوند وعد لي قديش عليها، عد لي على الدبل بوند هاي الميجر، خلينا نمسح هاي تمام، وعد لي عليها كم ألكل عليها، ستجد بأنه هاي الدبل بوند هاي واحد ألكل، هاي اثنين ألكل، ثلاث ألكل، وهاي هيدروجين تمام. So this is three of type تمام. بينما عندي هاني أبطال هاي ألكل وهي الثانية so R2 type. So according to Zaitz F قال إنه the more substituted is more favored وبكون major تمام major، وهاي بكون إيش minor. Okay أوكي ليه؟ لأنها مور سبستيتيوت. أجا واحد ثاني اسمه هوفمان قال لا، شو قال؟ لا أنا بمشي بالعكس، قال أنا عمي أنا عكس مين يا أبطال؟ عكس سايد زيف، بس بشرط واحد، من يتحكم ب is it going to سايد زيف ولا هوفمان اللي عكسه؟ قالوا اللي بيتحكم هو البيس، البيس البيس تمام؟ البيس هي اللي بتتحكم. فإذا استخدمنا small pieces like KOH صغيرة حجمها، ما ظلينا ماشيين على size ZF. المور substituted is bare domain or more major والعكس، واللي substitution is الماينر. أما إذا جبنا بيس بالكي بالكي زي هاي البيس بالكي، طلع أكبرها بالكي، سميناهم بالكي بيس، بالكي بيس سيحدث العكس، يعني عكس السايز زي إيه، وبيكون الميجر هو less substituted مين يا أبطال؟ دبل بوند. ولهذا السبب بنقول دائما انه هذول البيسز الكبيره، هذول البيسز الكبيره هم مندلعهم نسميهم هوفمان بيسز، هوفمان بيسز. ليه يا أبطال؟ لانهم ببساطه، لانهم ببساطه قلبوا ايش يا أبطال؟ قلبوا القاعدة، قلبوا إيش؟ القاعدة من سايز إيه لهوفمان. طيب السؤال الكبير، ليش البيج بيسز، البيسز الكبيرة يا أبطال تقلب القاعدة؟ تمام؟ جود؟ ليش البيج بيسز تقلب القاعدة؟ تمام. أول حاجة ناخذ المثال نفسه يا أبطال، المثال نفسه استخدم الإيثوكسي، الإيثوكسي بتمشي بميكانيزم لأنها قوية و very strong E2 تمام. وبالتالي يا أبطال قدامها خيار، تيجي تاخذ البروتون هان وتعمل الدبل بوند هان هياته، أو تاخذ البروتون الطرفي وتعمل الدبل بوند اللي عندنا تألف تمام. نفس الشيء في المثال الثاني، لكن شو اللي سوى؟ غير البيس واستخدم بيس بدل الإيثوكسي أو الميثوكسي، أخذ تيرشل بوتوكسايد اللي تعتبر بلكي بيس، هاي بلكي بيس وهاي لسه صغيرة نوعا ما، فالاحتمالات تبقى كما هي إنه يعمل أبستراكت للبروتون الطرفي ويعمل دبل بوند طرفية، أو أبستراكت للبروتون الغير طرفي ويعمل دبل بوند في الوسط أو ليس الطرفي تمام؟ أوكي if we move and take this small base، خلينا نسميها small base، so what's happening here؟ ال small base يا أبطال راح يمشي على site ZF ورايح يسرق البروتون هاد اللي موجود أصلاً secondary وليس ترمي تمام. So it possible، خلينا نقول
انها تاخذ البروتون ايش ماله اللي اصلا موجود على السكندري، واللي خلينا نقول عنه بلقي، خلينا نسمي بلقي، او يحيط به مجموعات نوعا ما كبيره تجعله بلاكد، يعني بلقي محاط بها. والسر في انها بتسرق البروتون هذا، اول حاجه انه سكندري، therefore it is more active. ومش بس هذا السر، انها هي صغيره وبالتالي بتستطيع انها تدبر حالها ما بين البالكنس، تمام؟ كونها حجمها صغير فهي بتستطيع انها تعمل له ايش؟ تعمل ابستراكت للبروتون المور بالك. ولهذا السبب ستجد بانه اليلد اعطانا 71 في هذه الحاله، وكان ماشي مع السايت زي اف انه مين يا ابطال؟ مور سبستيتيوتد از فيفورد اور ميجر. انا عندي هيدروجينتين هان، وبالتالي هذا R2 زي ما انتم شايفين، وهذا R ايش يا ابطال؟ A3. تمام، الكلام هذا حكينا عنه المحاضرة اللي فاتت. الجديد انه when I use bulky، اها bulky ناصحة، وحضرتها جاي تسحب بروتون ماله already ناصع موجود في مناطق blocked محاط ب bulky groups secondary high groups. سو كانه ابطال واحد قاعد في محل، واحد ناصح قاعد في محل، وجبنا قعدنا كمان واحد ناصح زيه في نفس المحل. This is absolutely يحدث، لكن بعمل سترين. والاحسن له طلع ابطال، الاحسن له انه هاي البيس الناصحه او البالكي الكبير حجمها انها تيجي على بروتون تيرمينال اللي هو على برايمري، تمام؟ واسهل لها تاخذه لانه ماله غير محاط لس هندرانس، يعني غير محاط بمجموعات كبيرة تعمل من الصعوبة الوصول للبروتون. شو اللي عنده؟ عنده هنا هيدروجين، وهي عنده هيدروجين، هذول حجمهم صغير، وبالتالي لأنها البيس بلكي بتدور على المحلات اللي فيش فيها إعاقة فراغية وبتأخذ منها البروتون. وفي هاي الحالة حيحدث عندي أبطال إيش؟ تيرمينال. إيه؟ نطلع على الريشيو تبعته 72. ليه 72؟ لأن البروتون اللي انأخذ على التيرمينال is less hindrance، therefore البلك لأنه حجمها البيس لأنه حجمها كبير كبير كبير، بتقول لك بروح على التيرمينال أريح لي، أروح على التيرمينال مين أريح لي؟ ليه؟ لأنه less hindrance، less hindrance، therefore هيكون ايش الميجر هو non substituted. ومنقول هنا مشينا مع قاعدة مين؟ هوفمان. بينما في حالة استخدام بيس قوية وحجمها صغير ضلينا ماشيين مع قاعدة مين يا أبطال؟ مع قاعدة سايت زئيف اللي أخذناها. سو هوفمان ستريك هندرانس مالها بلكي بيسز فيفر تو ابستراكت بروتون تيرمينال since it is مالها less hindrance. ولهذا السبب ستجد انه less substituted product is major according to mean Hoffman ايش method. يعني عاكسوا بعض، ومن يتحكم فيه ماله يا ابطال هو حجم مين يا ابطال؟ حجم البيس، بيس قوي وصغير حجمه صغير بيمشي مع سايت زئيف، بيس قوي وحجمه كبير بيمشي مع مين؟ مع هوفمان. واثنين مالهم يا ابطال؟ عكس بعضهم، واثنين عكس بعضهم. طيب الان عقد لي مقارنه يا ابطال ما بين الاي 1 والاي 2. اي 1 كيب ان يور مايند دائما يا ابطال شو مالها؟ في كاربوكاتايون انترميديت، هنا ترانزيشن ستيت ما في انترميديت، زيها زي اس ان 1
and S and 2. تمام؟ So when we talk about base, شرط أساسي أنه يكون البيس قوي في حالة تتحدث عن الانسيتو انسرشن أو اللي هي E2. بينما هنا قوي منيح لكن ويك بيمشي في حالة الـ E1. قوي منيح لكن ويك أيضا work بيمشي. ويك بيس is work. تمام. بالنسبة للسولفنت يا أبطال، في عندي كاربوكاتين بروجكت على النت. دكتور، دكتور هلا، السلام عليكم، سلام.